من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاة، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تونس دروس وأحكام، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر المبارك. فأنا أردد دائما وأقول: لا ينبغي للعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا أن يكونوا بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، والداعية إلى الله ينظر إلى الأمة كلها في أي أرض كانت وتحت أي سماء وجدت، فهو لا يخاطب شعبا ولا جماعة ولا مجموعة، إنما يخاطب الأمة كلها حكاما ومحكومين بأدب جم وحكمة بالغة وروح مشفقة ودودة، لا من منطلق العنترية الجوفاء، ولا من منطلق استعلاء الكبرياء، وإنما من منطلق أمر رب الأرض والسماء لإمام الأنبياء وسيد الدعاة الأصفياء: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتعال معي لنبدأ هذه الدروس بهذا الدرس الأهم، ألا وهو أن الملك الحق هو الله،
فتعالى الله الملك الحق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بكيت بالدمع ورب الكعبة وأنا أتابع الأخبار من فضائية لأخرى إخبارية وأنا أسمع هذه الكلمات التي تزلزل القلب بأن حاكم تونس الذي ظل على كرسيه 23 عاما يطوف ويجول بطائرته في السماء لا يريد صديق حميم أن يأذن لطائرته بالهبوط. فقلت ما أهون الخلق على الله إن عصوه وخالفوا أمره ما أهون الخلق على الله إن عصوه وخالفوا أمره لما انتهت الدولة البرمكية بعد ملك وسلطان وعز وجاه وجبروت وسجن خالد بن برمك مع جميع أفراد أسرته. فالتاريخ يتكرر ولكن قل من يقرأ وقل من يستوعب الدرس وما أكثر من ينسى. سجن خالد بن برمك وسجنت أفراد أسرته وسجن أفراد أسرته فوجد نفسه في سجن مع ولده الأكبر فنظر إليه ابنه وبكى وقال يا أبتي من الحكم والملك والسلطان إلى القيد والسجن. اسمع ماذا قال له والده الذي حكم سنوات طويلة بالظلم والبطش والطغيان. قال له والده يا ولدي إنها دعوة مظلوم سرت في الليل فرفعها الله إليه غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. آه من دعاء المظلومين المقهورين. نتغافل عن دعوة المظلومين تلك الدعوات التي هي سهام الليل يرفعها الملك فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الظالم أيها الظالم الناس أيها الظالم الغافل اعلم بأن الملك الحق هو الله وهو يمهل ولا يهمل وهو يمهل ولا يهمل. أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم. لما فتح المسلمون مدينة قبرص لما فتح المسلمون مدينة قبرص رأى سعيد بن جبير أبا الدرداء جالسا يبكي
رآه جالسا يبكي، فاقترب منه سعيد بن جبير وقال: يا أبا الدرداء، يوم أعز الله فيه الإسلام، أراك جالسا تبكي؟ اسمعوا لقول الصحابة وفهم الصحابة. نظر أبو الدرداء إلى سعيد بن جبير وقال: يا سعيد، ويحك، ويحك يا سعيد، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة صارت إلى ما ترى، فما أهون الخلق على الله إن عصوه وخالفوا أمره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، فارغة خالية من شدة الفزع والخوف والرعب. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، ما أشنع الظل. اسمعوها مني، إن الله جل وعلا يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. إن الله جل وعلا يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فما أقبح الظلم، الملك يغار للمظلومين، الملك يغار للمقهورين، الملك ينتقم للضعفاء ولو بعد حين. اسمع لقول نبيك الصادق الأمين، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم، ليملي للظالم، يمهله مرة وعشرة ومئة وألفا، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هل رأيتم؟ هل رأيتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البيهقي وابن ماجة والطبراني وغيرهم بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما عاد المهاجرون من أرض الحبشة سألهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ مش تحكولي أعجب ما رأيتموه هنالك في هذه الديار النائية؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعم يا رسول الله، بينما عجوز من عجائز رهابينهم تمشي وقد حملت قلة ماء على رأسها، فمر بها فتى من فتيانهم فوضع يديه في ظهرها بين كتفيها ودفعها دفعة أوقعتها على الأرض، فانكسرت جرتها قلتها، فقعدت المرأة ونظرت إلى هذا الفتى الظالم الغادر وقالت له: اسمع، سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر
إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين يوم القيامة وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا. فقال النبي صدقت 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 صدقت. ثم قال بأبي وأمي وروحي: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لشديدهم من ضعيفهم، لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كيف يؤخذ للمظلوم من الظالم، للضعيف من القوي، للفقير من الغني؟ ولذا يقول الصادق صلى الله عليه وسلم مبينا حكم الولاية العامة ومبينا خطرها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. لذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. واسمع للدعاء النبوي البديع كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، شايف حرص النبي على الأمة، انظر إلى رحمة النبي بالأمة. قال الحبيب: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. بأبي وأمي وقلبي وروحي يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الله، ما أسعد الولي الذي يرفق بأمة الحبيب النبي لتناله هذه الدعوة، ليحصل هذا الدعاء النبوي: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. لا تتصور أبدا أن الظالم سيفلت في الدنيا قبل الآخرة. مسكين هذا الظالم الذي أمهله الرحمن الرحيم مرات فظن أن الله نسيه وأهمله، ولا والله لا يفلت ظالم في الدنيا قبل الآخرة. ائتني بظالم نجا في دنياه، أرجو من أي مسلم أن يرسل لي بقصاصة أو بورقة يخبرني فيها عن ظالم لم يعاقبه الله بظلمه في الدنيا. أما الآخرة فالظلم ظلمات يوم القيامة، في الآخرة الظلم ظلمات يوم القيامة، لكنني أتحدث هنا في الدنيا. من من الظالمين حتى وإن بدا لك في الظاهر أن الله لم ينتقم منه أبدا؟ اسمع لقول الصادق كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ ورواه الإمام ابن حبان والبيهقي والطبراني وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. البغي يعني الظلم، يعجلهما الله في الدنيا
قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين، فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، أما الآخرة فظلمات يوم القيامة. لا تتوهم أن شاة جماء جلحاء نطحتها شاة قرناء، لا تتوهم أن الله لن يقتص للشاة الجماء من القرناء، لا والله لا يضيع عند الله شيء، بل يقتص الله جل وعلا للحيوانات المظلومة، فكيف بالعباد؟ كيف بالخلق؟ قال الصادق كما في الصحيحين: لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي رواية أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر أنه رأى شاتين تنتطحان، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ فقال أبو ذر: لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيقتص وسيقضي بينهما يوم القيامة، ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي لمن ظلمه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته، من سيئات من ظلمه، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يقف الظالم يوم القيامة ويتقدم كل مظلوم بين يدي الملك، هذا يقول: يا رب شتمني، والآخر يقول: يا رب اغتابني، والثالث يقول: ظلمني، والرابع يقول: سفك دمي، والخامس يقول: انتهك عرضي وشرفي، إلى آخره. فيؤخذ من حسنات هذا الرجل إلى صحيفة المظلوم، المظلومون كثر، فنيت حسناته، ماذا يصنع؟ لا دنانير ولا ذهب ولا فضة، فيؤخذ من سيئات من ظلمهم فتطرح عليه، فينظر إلى صحيفته التي اجتهد طوال عمره في تعميرها بالحسنات فلا يجد فيها حسنة واحدة، بل يجد صحيفته قد اسودت من ظلم العباد، لا يرى طاعة ولا عبادة بل يرى سيئات. ثم يطرح في جهنم أعاذنا الله وإياكم من شرها وحرها. نعم أيها الأحبة، أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وظلمهم؟ وذكرهم في الورى ظلم وطغيان. هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. ولا أريد أن أترك نفسي وإخواني دون أن أبين أن هذا الحديث عن الظلم حديث عام لكل مسؤول ولكل مسلم، فقد أقع أنا في الظلم وقد تقع أنت في الظلم، فأرجو أن لا نحمل هذه الآيات والأحاديث على المسؤولين والولاة والحكام فقط، وأن يخرج كل واحد منا نفسه كما تستل الشعرة من العجين، وكأن هذه الآيات والأحاديث ليست لنا، بل قد أقع أنا في الظلم لنفسي، أو في الظلم لزوجتي، أو في الظلم لولدي، أو لأمي، أو لأبي، أو لأخي، أو لجاري، أو لمسؤول عندي في المكتب أو في البيت، أو لعامل أو لموظف. فلا تخرج نفسك من هذه الآيات والأحاديث إن كنت واقعا في أي صورة من صور الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وأردت أن أبدأ بهذا الدرس لأذكر نفسي وإخواني والأمة كلها، حكاما ومحكومين، فإن الأمر خطير. الدرس الثاني الذي أريد أن أقف معه: الجوع
لا يعالج بالانتحار. البطالة لا تعالج بالانتحار، لأنني أرى ظاهرة الانتحار تنتشر بشكل ملفت، لا أقول أصبحت ظاهرة لأكون عدلا، وإنما أسمع كل يوم تقريبا عن أكثر من حالة، ويريد شبابنا في كثير من بلادنا المسلمة أن يكرر تجربة الشاب التونسي. أنا أريد أن أبين لأولادنا وشبابنا، أسأل الله أن يحفظهم وأن يغنينا وإياهم من فضله، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم بالحلال الطيب، وأن يرفع الغلاء والوباء والبلاء عن جميع بلاد المسلمين. أود أن أقول يا أحبابي، إن الجوع والبطالة لا تعالج بقتل النفس، فقتل النفس كبيرة من أبشع الكبائر. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. للعلماء في تفسير الآية قولان: القول الأول ولا تقتلوا أنفسكم، قال ابن عباس أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا، فإن الإنسان إن قتل أخاه فكأنما قتل نفسه، من قتل أخاه فكأنما قتل نفسه، هذا تفسير. والتفسير الثاني ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل أحدكم نفسه. واستدل أنصار هذا القول بتفسير لعمرو بن العاص، فلقد كان عمرو بن العاص أميرا لمعركة ذات السلاسل، وأصابته في الليل جنابة وهو أمير الجيش، والجو قارس البرودة، لو اغتسل مات كما رأى لنفسه، فتيمم وهو جنب والماء موجود، ثم صلى إماما بالجيش كله، فشكى الجيش عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو: يا رسول الله، أصابتني جنابة وكان الجو باردا، وقد سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي ولم يقل له شيئا صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق سيدنا رسول الله، لأن سكوته سنة، سنة تقريرية. فضحك ولم يقل له شيئا. فاستدل أنصار القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يجوز لمسلم أن يقتل نفسه. واسمعوا إلى هذا الوعيد الشديد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن شرب سما، ومن قتل نفسه فشرب سما أو فتحسى سما، فسمه في يده
في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن ألقى بنفسه من فوق جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها أبدا. وفي رواية جندب بن عبد الله في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم أصابه جرح فجزع فأخذ سكينا فحز يده، يعني قطع يده، قال عليه الصلاة والسلام: فما رقأ الدم حتى مات، يعني ظل ينزف حتى مات. فقال الله جل علاه: اسمع، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الأمر خطير، ليس بالهوى. وإلا ما الفرق بين المسلم الذي يعبد إلها رزاقا حكيما عليما خبيرا، وبين غير المسلم الذي لا إله له ولا إيمان في قلبه ولا يقين عنده؟ أيجوز ويعقل أن يقتل كل مسلم نفسه إذا تعرض لأزمة أو محنة أو فتنة أو ضائقة؟ لا يجوز. وقد استمعتم الوعيد الشديد، فلا يجوز لشبابنا ولأولادنا أمام أي أزمة أن يقتلوا أنفسهم، بل علاج هذه الأزمة بالعمل. ليس بالضرورة أن أقبل عملاً يتناسب مع ميولي أو مع قدراتي. كثير من شبابنا عاطل عن العمل بسبب أنه يرفض أعمالاً من وجهة نظره لا ينبغي أن يقوم بها، لأنها لا تتناسب مع شهادته أو مع وضعه الاجتماعي. لا يا ولد الغالي، اقبل أي عمل ما دام شريفاً، اقبل أي عمل ما دام حلالاً، ولو بأي راتب ولو كان قليلاً، إلى أن يوسع الله عليك، إلى أن يرزقك الله جل وعلا عملاً أفضل منه. فالفراغ يولد ما نستمع إليه من سرقة ومن قتل ونهب وغير ذلك، وإنما اعمل. كثير من الناس يشتكي قلة العمالة لأنهم لا يريدون أن يعملوا في أعمال مادية أو بدنية. يريد كثير من شبابنا أن يكون مديرا في أول عمل يعمل فيه، هذا لا يليق. لقد وقفت على كورنيش النيل لأحيي شابا لفت نظري يلبس ثيابا جميلة، فوقفت فعلا، فرآني فأسرع إلي وعرفني وسعد، فنزلت إليه وسلمت عليه وسألته عن اسمه وعن شهادته، فقال بأنه تخرج من كلية التجارة، معاه بكالوريوس تجارة. ماذا يصنع على كورنيش النيل؟ رأيت يحمل صينية شاي وإبريقا من الشاي، يصب أكواب الشاي ويبيعه لأولئك الناس الذين يمشون على الكورنيش أو يجلسون عليه. فقلت له: يا فلان، يا ترى هل لو سألتك تحرج من الجواب علي إن قلت لك كل يوم ربنا بيرزقك بقد إيه؟ قال لي: والله يا شيخ محمد، بفضل الله ما في يوم برجع أرجع إلى بيتي إلا وقد رزقني الله عز وجل رزقا صافيا خارج حساب الشاي والسكر اللي اشتراه، بفضل الله. يقول: ما عدت يوما بأقل من 50 جنيه. قلت: أريد أن أقبل يدك. والله قلت له: أريد أن أقبل يدك، أعطني يدك لأقبلها. أنت شاب محترم، أنت ابن يعتز ببنوتك كل مسلم صادق. ما جلس
لينتظر عمل مدير في مصنع أو في عمل حكومي، بل خرج ليعمل هذا العمل المتواضع الشريف. وثق تمام الثقة أنك لو سعيت، والله الذي لا إله غيره، لو سعيت وأخذت بأسباب الرزق لرزقك الملك. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحده العزيز الغفار؟ يا أخي تحرك، تحرك يا ابن الغالي. خاطبك والله مخاطبة الوالد لولده، تحرك. لقد تحركنا في شبابنا في العشرينات وقبل العشرينات في قريتنا هذه، وأهل قريتي شاهدون على قولي. لقد عملنا في كل شيء، ولا أستحي أن أقول ذلك لشباب الأمة ولا لأولادي في بيتي. عملنا يوما كاملا في تأليع الجزر، أهل قريتي يعرفون ما أقوله الآن. اليوم كله بعشر سار، عشر قروش التبن، معرفش نسيتوا التبن ولا فاكرينه، التبن نعبي الكيس بستة سار. اليوم كله من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ستة أكياس بالكاد، وربما يأكل الإنسان مع تعبئة هذه الأكياس كيلو من التراب. ولا حرج، ولا حرج، المهم أن تعمل، لا تنتظر أن يتصدق عليك أحد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنا لا أريد أن أنفي المسؤولية عن الحكومات وعن المسؤولين، لا والله، فكل له دور، لكن أنا أخاطبك أنت وأنت الآن بين يدي، أخاطب شباب الأمة وهم سيستمعون إلى كلمات هذه عبر فضائية الرحمة المباركة في أنحاء الأرض. تحرك للعمل، اسعى وخذ بالسبب. سبحان الله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. هل تصدقون الله ورسوله؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالرزق بيد الله، وهو يرزق الكفار، ولا يمكن على الإطلاق أن ينسى جل جلاله، من لا ينسى، أن ينسى أن يرزق من وحده العزيز الغفار. فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب ودع النتائج للملك الوهاب. فالله جل جلاله يرزق النملة تحت الصخور الصماء سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. انظر إلى أدوات القسم، مثل ما أنكم تنطقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. من لم يرزق القناعة، ومن لم يرزق الرضا، ومن لم يرزق اليقين، والله لو ملك مئات الآلاف بل والملايين ستراه ساخطا متسخطا على رب العالمين. فالقناعة أغلى النعم، أو من أغلى النعم، والرضا من أغلى النعم. من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قيل لحاتم الأصم: يا حاتم، بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية.
ثم إني أوجه دعوة للحكومات أن تتقي الله جل وعلا في شعوبها وشبابها، وأوجه دعوة أيضا لأصحاب الأموال من أصحاب الشركات ممن من الله عز وجل عليهم أن يفتحوا الأبواب لشبابنا للعمل، ولا تخشوا ضيق الرزق بل ثقوا في سعة الرزق. إن كانت قدرة شركتك لا تستوعب إلا 100 عامل فاجعلها لله تبارك وتعالى وزد 10 بيقين، واعلم أن الله جل وعلا سيرزقك رزق هؤلاء الذين زادوا على قوة شركتك. محال أن تتعامل مع الله بمنطلق الكرم والإنفاق والبذل والسخاء والعطاء دون أن يشكر لك رب الأرض والسماء صنيعك. فمن أسماء الله الشكور، والشكور هو الذي يشكر لك صنيعك. إن أحسنت أحسن إليك، وإن أنفقت أنفق عليك، وإن وسعت على خلق الله وعباد الله وسع عليك. فانطلقوا يا شباب الأمة للعمل وللإبداع وللإنتاج وللعطاء، فإن أعظم خدمة تقدمونها اليوم للإسلام هي أن تبدعوا وتنتجوا وتقدموا الإسلام في صورة عملية على أرض الواقع للعالم كله، لأن أمتنا لا زالت تتسول في كثير من الجوانب. فنريد أن نخدم هذا الدين خدمة عملية بالإبداع والتفوق والإنتاج والعمل والبذل والعطاء، كل بحسب قدرته واستطاعته. واعلموا يقينا بأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. أقف مع درس أخير بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، مع الأسباب المادية للرزق ذكر الله عز وجل أسباباً أخرى كثيرة، ربما أجعلها بإذن الله تبارك وتعالى موضوع الجمعة القادمة في محافظة بورسعيد إن قدر الله البقاء واللقاء. أتحدث عن قضية الرزق وعن الأسباب الإيمانية الأخرى للرزق، لأن الموضوع فعلاً يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تدبر حتى تخرج الأمة بشبابها من هذه الأزمة. ثم أختم بهذا الدرس وأقول ليس لها من دون الله كاشفة. لا مخرج لشعب تونس ولا للأمة كلها من هذه الأزمة الطاحنة الاقتصادية والأمنية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية والعسكرية، لا مخرج للأمة من هذه الأزمة إلا إذا عادت إلى الله. والله لا أقول كلاما لدغدغة العواطف والمشاعر، ها أنتم ترون البشرية كلها الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن الله فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق ربي، إنه الضنك
الأمة من نعمة الأمن والأمان، والبشرية معها حرمت من نعمة الرخاء والاستقرار على الرغم من كثرة الأسواق، وعلى الرغم من كثرة الضخ للعملات المختلفة. حرمت من نعمة انشراح الصدر وراحة البال واستقرار الضمير والهناءة والفرح والسرور والرضا، على الرغم من كثرة الأضواء التي تخطف الأبصار، وعلى الرغم من كثرة الحدائق الغناء، وعلى الرغم من وجود الفيافي الخضراء. كل نعيم بين يدي المعرض عن الله سيتحول إلى ضنك وشقوة، كل نعيم، سيصبح المال ضنكا، وستصبح الصحة ضنكا، وستصبح الزوجة ضنكا، وسيصبح الولد ضنكا، سيعيش المعرض عن الله الضنك بكل صوره وألوانه. فلا مخرج للبشرية من هذه الأمراض الفتاكة التي انتشرت الآن بصورة مرعبة، ولا مخرج للبشرية من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة. فالعالم الآن يعيش فيه مليار جائع، لو لم ينتبه الأغنياء في العالم لهؤلاء الجوعى فسيحدث في الأرض زلزال الجوع، سميه ما شئت، سميه زلزالا، سميه انفجارا، سميه بركانا، سميها ثورة، سميها، لا مشاحة في الاصطلاحات. فالجوع ابتلاء شديد، أرجو أن ينتبه الأغنياء إلى أن هذا الابتلاء ليس للجوع فقط، بل للأغنياء وللفقراء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع، فالجوع ابتلاء. لا مخرج البشرية ولا للأمة من هذه الفتن إلا بالعودة إلى الله، إلا بالتوبة، إلا بالبعد عن المعاصي. أيعقل في بلد مسلم كتونس أن يقنن للمعصية، وأن لا يدخل الناس بيوت الله تبارك وتعالى بحرية ورغبة واختيار بلا قلق أو خوف أو فزع، إلى غير ذلك مما تعرفونه. فإذا أردتم السعادة فعليكم بمنهج الله وشرع الله، وإذا أرادت الأمة السعادة فعليها بمنهج الله وشرع الله. فوالله الذي لا إله غيره لن تسعد الأمة في دنياها وأخراها إلا إذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند حدود الملك، ويتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. احذروا الفتنة يا شعب تونس الأبي الزكي، ولا تتركوا اللصوص ليقطفوا ثمار عملكم هذا، وعودوا إلى الله جل وعلا وحكموا كتابه وسنة نبيه، وجددوا الأوبة والتوبة، وقدموا الأكفاء، وأخروا اللصوص والمفسدين. فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فيا أمة الحبيبة، يا من سكن حبك قلبي، قدم الأكفاء يا أمة الحبيب، قدم الصادقين وأخر الكذابين، قدم الأمناء وأخر الخونة، قدم الأكفاء وأخر الرويبضات. فإن أمة لا تقدم الأكفاء
أمة واقعة في الخيانة. ففي الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: مضى النبي في حديثي ولم يجب. فلما انتهى من حديثه قال: أين السائل عن الساعة آنفة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال الحبيب: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وأختم هذا اللقاء بهذا المشهد المتألق في سماء الأمانة والصدق. حين تولى الخلافة أبو بكر الصديق بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزل أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح من القيادة العامة في بلاد الشام، وولى خالد بن الوليد القيادة العامة. خلي بالكم يا شباب، أرسل أبو بكر رضي الله عنه رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح، إلى أمين الأمة، ليقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من خليفة رسول الله عبد الله أبي بكر إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالد الإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في القيادة والحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر، الله الله، هؤلاء تلاميذ المصطفى وكفى. ويرسل خالد بن الوليد القائد المظفر المنتصر الذي لم يهزم في معركة قط، يرسل رسالة أخرى إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بأدب وتواضع، بالاستعلاء ولا كبر: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي عبيد من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد، فإني تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة، أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد بن الوليد. ويتنازل أبو عبيدة عن القيادة لخالد ليصبح أبو عبيدة جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. ويموت الصديق رضي الله عنه ويتولى الخلافة الفاروق الأواب عمر، ويعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد، ورؤية عمر واعتقاده قوله: لا أمير على أبي عبيدة. أبو عبيدة ده أمين الأمة، ما فيش أمير عليه، هذه نظرة عمر: لا أمير على أبي عبيدة. ويعزل عمر خالد بن الوليد ويولي من جديد أبا عبيدة بن الجراح. فيتنازل خالد بن الوليد عن القيادة بحب لأخيه أبي عبيدة ليصبح هو الآخر جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. فقدمي يا أمة الحبيب الأكفاء من الأطهار ومن الأخيار، وأخري غير الأكفاء، هذا هو السبيل. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة، وأرجوه أن تكون ساعة إجابة، أن يفرج كرب تونس وكرب السودان وكرب الجزائر وكرب العراق وكرب فلسطين وكرب ساحل العاج وكرب بلاد المغرب، اللهم فرج كرب أفغانستان، اللهم فرج كرب الشيشان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. يا رب ارحم أمة حبيبك، اللهم ارحم أمة حبيبك، اللهم الطف بأمة حبيبك،
اللهم الطف بأمة حبيبك، اللهم ارفع عنها الغلاء، اللهم ارفع عنها الوباء، اللهم ارفع عنها الغلاء، اللهم ارفع عن أمة حبيبك الوباء والبلاء، اللهم احقن دماءها، اللهم احقن دماءها، اللهم احفظ شبابها، اللهم احفظ شبابها، اللهم استر نساءها، اللهم بارك أولادها، اللهم أصلح حكامها، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ردنا وولاة الأمر إليك وإلى الحق ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم اعصم هذا البلد من الفتن ما ظهر منه وما بطن، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء، ووفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه يا رب الأرض والسماء، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، وارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا يا أرحم الراحمين، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه، وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.